ديال المناعه ديال السيده نورمالمون كاين الاحتياطات وكاين لو تريتمون اللي كياخذوه. وحنا في المجتمع نورمالمون كانت قاتلنا دي الحالات اننا تعاملنا مع الناس عادي. مرض السيده نورمالمون كيجي عن طريق عن طرق بزاف خاصه طرق الجنسيه اللي الانسان ما كيستعملش الوقايه ويقدر يدوزها بطريق الدم. يعني الام تقدر تدوزو لو بيبي ديالها وانسي دو سويت. ونورمالمون الاحتياط الكبير اللي دار شحال هادي من الثمانينات فاش كانت السيده واصله للطوب ديالها انه داروا الناس الاحتياطات ديالهم والناس وعاو ولاو كيديروا الوقايه. وكيما كتشوفوا هذا الوقت ديالنا ولا كنلقاو الناس قلال اللي عندهم السيده وكنسمعوه به قليل. ولكن لو فات انك ما تتعامل مع انسان اللي هو حامل السيده انا بالنسبه لي عادي نقدر نتعامل معاه نلمسو ولكن بدون شروط. عادي ماشي مشكل. شنو فيها؟ انا اصلا خدام في الدومين ديال الصحه. عادي ايوا كاين تقلب لي غولاسيون سيكسيوال ولا ب جرحى ولا شي واحد بغى ينتقم شي واحد يدي يجرحه بشي حاجه ولا المهم كاين. ولكن بالنسبه لمول السيده تاكل معاه تشرب معاه عادي با بروبليم تجلس معاه تنعس معاه غير ماشي داك النعاس ديال فهمتي مثلا نعس عادي واحد في كل فقن عادي ماشي مشكل. وحاجه اخرى نسيتها الحلاقه تما ممكن الناس اللي كيديروا الحلاقه لا كوافير حتى هي ممكن حتى هو عامل بروف حتى هو يقدر يسين صف السيد مثلا لان كيستعمل دوك الشيء لان اكثر ديال الحلاقه ما كيعقموش هذا الشيء ديال الزيزوارات ومشاطي خويا الله يعافينا. نتواصل معاه ماشي مشكل. ها ماشي مشكل نسلم عليه با بروبليم حتى عادي مرض عادي. مرض السيده كيجي من علاقات غير شرعيه والانسان اللي مصاب بالسيده راه ما تيعاديش هكا كيعادي الا مارسي معاه انت هذاك العادات هي الموص هذاك من المعقمات اللي ما كانش يعني بحال الزوار الا حسنتي به انت وحسن به واحد في سيده وانت حسيتي موراه راه عادي غادي. نقول لهم الله يشافي جميع المرضى ديال السيده والله يعمر ربي يحيد علينا هذا الوباء ديال إذا كان المرض كيعادي غادي نقطع معاه وإذا كان ما كيعاديش ما غاديش نقطع معاه. كان غنسمع لا كنعرف كاين ولا إني قلال ما بقاش في الأول كان منتشر بزاف ودابا ولا قليل.